الأفراد الموظفين فيه. إيه الإهمال اللي أنا عايشة فيه ده يا ربي؟ يا سلام يا شال يا إيه 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 صبري في إيه؟ ما نعرفش. يعني إيه ما تعرفش؟ تمام. ما نعرفش قولي. خلاص تمام تمام. إشمعنى إن مستر أكرم سافر يبقى أنا هقبل بالتسيف في اللوكاندا. أنا هنا كل في الكل وكلامي هيمشي على الكبير قبل الصغير. مفهوم؟ مفهوم. مش عاجباني. مفهوم؟ مفهوم. بص كده ليه؟ بص كده ليه؟ مساء الخير يا أستاذة كماليا. مساء الخير يا استاذه كماليا. اهلا اهلا صبري بيه. صبري افندي كنت فين؟ كنت بوصل استاذ اكرم المطار. اه مدام اميره فين؟ يا مدام اميره يا لهوي على مدام اميره يا كبده على مدام اميره. ايه ده في ايه يعني؟ مدام اميره ده بعتها في فرقتش خدها. ليه يعني ده كلها اسبوع وجاي؟ الله مش جوزها حته منها بقول لك منهاره منهاره من العياط. ربنا يسترها على مدام اميره يا رب. سافر حبيبي سافر. انت اتجننت
في ايه يا صبري؟ فرحان يا مدام اميره. مش مال يعني في ايه يا لام؟ ما تضايقنيش. انا اسف يا استاذه. بعدين انا بفكر يا صبري اعمل تغيير في الوظايف عندنا في اللوكان ده. ليه بس؟ انا عملت حاجه لا سمح الله؟ لا لا ما تقلقش، انت هتفضل بتاع امن زي ما انت. الحمد لله. صبري انت مش هتخرج بره شغلانتين، يا بتاع امن يا بواب. ميرسي يا مدام. والله ما تنفع غير كده. ميرسي. كملي يا تعالي. ايوه يا مدام اميره. ايوه تعالي يا سناء. نعم يا مدام اميره. تعالي يا حبايبي، انا بفكر احط كميليا مكان سناء في خدمه الغرف، واحط سناء مكان كميليا في موظفه الاستقبال. حلاوتك يا كميليا في خدمه الغرف. لا ثانيه واحده بقى، انت ازاي سناء زعافه تبقى ريسبشنست؟ ما ينفعش يا مدام اميره. ايوه انت مشكلتك في ايه يا كيميليا؟ ازاي الايد دي تكنس وتمسح؟ انا خريجه لغات. قسم ايه؟ انجلش. خلاص اكنسي من الشمال لليمين. مدام اميره، مستر اكرم يعرف بالتغييرات دي؟ مستر اكرم جوزي الكوشو؟ كوكو. كوكو مستر كوكو مسافر يا روحي، وانا هنا خلاص بقيت الكل في الكل. تمام يا مدام اميره. تمام يلا واقفه ليه؟ فضلي روحي على شغلك. شغلي اهو. لا انت بتنسي ليه يا كيميليا؟ الله انت من دلوقتي بقيتي هاوس كيبنج. نضفي يا كيميليا. هاوس كيبنج. صحي يا كيميليا. هاوس كيبنج. صعبي يا كيميليا. هاوس كيبنج. ميرسي جدا والله، يعني انا سأفولهم يا اولاد. شكرا شكرا يا عم محمد. ميرسي يا عم محي، احلى سلام والله ليكو. بس بقى بلاش زهق بقى وقرف بقى وشغل شعوذه بقى. انت شفتيني؟ ايه ده؟ في دجاله واقفه. بتشوفي الحاجات دي ازاي؟ بشوفها. انت بقى يا بنتي ما تخلينيش اغلب بقى واخرج عن شعوري. معلش يا مدام اميره فرحت شويه. معلش سناء. حاضر. خلاص انا لازم عيناكي جديد موظفه استقبال. الله عايزاك تبقي قدها. انا قدها يا مدام اميره. كده انت قدها؟ اه. طب وريني. طيب تفهمي ايه يا سناء عن الريسبشنست؟ حضرتك احنا بنمسح المكتب كويس قوي، بنخليه بيبرق زي القمر. برافو. وايه كمان؟ والكرسي بنخليه زي الفل. اه هو ده ريسبشنست. ها؟ طبعا هو ده الريسبشنست. تعالي بقى هنا. تعالي. موظفة استقبال يا سناء، تعرفي ايه عنها؟ اه سهلة. انا اول ما بشوف مستر اكرم اقول له صباح الخير يا كوكو. هو العيب في المسمى الوظيفي. هما اول ما بيفهموا كوكو. غوري البسي لبس يليق بموظفه استقبال عشان انا عايزه اثبتك. هبهرك. عايزه امشي كيميليا. حاضر هبهرك. اتفضلي. بعد اذنك. شال. وي مدام. يلا دولفين بينات. تعالى تعالى يا شال. ايوه انا مبسوطه وسعيده. وانا كمان. انت كمان ليه؟ عشان انت مبسوطه وسعيده. يا سلام. بص بص شايف شال بموت فيه وهو بيطبل لي والله. قولي يا شال. أيوة. انا نفسي مفتوحه خالص، عايزه كل الاكل اللي عندك. عيوني عايزه تاكلي ايه؟ انت عندك ايه؟ بصي انا النهارده ممكن يا مدام اميره، عشان انت سعيده جدا جدا النهارده، ممكن اعمل لك النهارده مثلا شويه باستا بصوص الهالبينو. باستا؟ انت تعملي باستا؟ انا ما باستا. باستا يا شيف. ايه حد هياكل سلالم؟ لم نفسك يا صبري. باستا اللي باستا. انت كده فهمت الباستا يعني؟ هاكل سلالم الجودزيلا؟ في ايه؟ يا زفت التين انت كمان. قلت كلام يتعقل. ام سوري. شوفي انت عايزه تاكلي ايه؟ امكس لك الاكل. يا شال انت مش فاهم، اكرم طول ما انا متجوزاه فاكر ان انا بعمل دايت. يا حرام
مش عارف اخس لبره ولا ايه؟ انا مش فاهمه. مش عارف والله. نفسي مفتوحه. عينيا ممكن اعمل لك مثلا ميكس بلاك؟ قول اللي انت عايزاه وانا اعمله لك. حلو قوي الميكس اللي في الاكل. اعمل لي بطه محشيه كشري. بطه محشيه كشري. ديك رومي احشيه لي فول وفلافل وبتنجان مخلل. اوكي. يلا. يس اوكي. يلا يا شيخ بقى روح بقى يلا. ثواني ثواني والاكل يكون جاهز. ايه يا صبري؟ ده تليفون عند عم رمضان. طب نادي هدهد يرد. يا هدهد يا هدهد. مفيش حد بيرد يا مدام. صوت مزعج جدا مش ممكن التليفون القديم ده. الو؟ ايوه؟ نعم يا فندم؟ مهرجة هندي؟ انت هتستعبط يالا ولا ايه؟ خليك ايه ده؟ خليكي معايا للاخر. خليكي معايا للاخر. ايه بيقول لي مهرجة هندي وبيتكلم مصري؟ الو؟ اي ايه المترجم الخاص بالمهرجة الهندي؟ اهلا وسهلا يا فندم. اتفضل. جايين النهارده اللوكاندا؟ بس مسؤول اللوكاندا الحاج رمضان؟ هو انت عايز تنزل عند الحاج رمضان؟ يعني ايه؟ معرفش. طيب طيب ماشي ماشي حاضر يا فندم. طبعا طبعا. طب مهرجة هندي اغنى اغنياء الهند اكيد ينور ويانس. احلى سويتي حجازي يا فندم. حاضر تحت امرك. تشرفونا. مع السلامه. يعني ايه يا صبري؟ مش هينفع المصلحه دي تطير من ايدينا يا استاذ امير. طب خلاص بص احنا المفروض نعمل حاجتين. اول حاجه تقطع سلك التليفون ده عشان محدش يتصل تاني. اعتبريه حصل. يلا تاني حاجه بقى. يلا يا صبري اقطع سلك التليفون. ما ايه ده في ايه؟ تاني حاجه بقى تقف بره على بوابه الامن. اول ما المهرجه يجي تناديني على طول. تحت امرك يا استاذ. يلا.